بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، تحية طيبة لكم ولقاء جديد وياكم. اليوم رايحين إلى حل سؤال الإسقاطات أو سؤال الفراغات اللي إجا لجماعة الأحياء التطبيقي والأدبي لهاي السنة 2022، واللي عانيتوا منه جماعة الأحياء وصارت مخطأ بيه. اليوم راح نشوف شلون نقدر نحله على المعنى أو على أول شيء ماتيريالز. ناخذ شنو ماتيريالز؟ يعني معناها مواد ومنتهية بإس، وهي اسم جمع. إذا أول واحدة هي اسم جمع. نجي على الثانية ريجستر. ريجستر هاي فعل، يعني معناها يسجل. أنتم تسجل الملاحظات يمكم، هاي فعل. أنا ود البرنامج مال الخط هنا شوية تعبنا. كانتين، كانتين معناها كافتيريا. وعندنا تايتل معناها عنوان، عنوان وظيفي مثلا مستر، مسز، دكتور. وعندنا برانش فرع، وعندنا بالأخير لون اللي هو قرض. يعني هاي اسم وهاي فعل، عندنا بس فعل واحد فقط هنا اللي هو ريجستر. خلينا نجي نشوف الجمل. أول واحدة natural resources، يعني مصادر طبيعية، ار. شوف ما دام اكو ار لازم يكون اسم جمع هنا. إذا لازم أكون اسم جمع، وأنا أصلاً ما عندي غير بس اسم جمع واحد، بس خليني أشوف هنا. اليور صفة تملك يجي وراها اسم، بس لأنه أكو إز هنا ما نقدر، لازم أخلي اسم مفرد، فإذا هذا لازم اسم مفرد. زين، ذير إز أ، أكو هنا اسم مفرد أيضاً، أي، ويجي وراها اسم مفرد أيضاً. اسم أيضاً مفرد. بعد شكو هنا أيضاً بالرابع، فور أ، أيضاً اسم مفرد. طبعاً كل حرف جر، كل حرف جر يجي وراه اسم، والأ جتي راح يجي وراها اسم مفرد هنا. إذاً هسه عرفت. بعد عندنا يو كان، اكو كان هنا، كان جماعتها وول وود شال شود كان كود، هاي فعل ناقصه، ماي مايت، هاف تو، هاز تو، هاد تو. سجلوا يمكم، هذه جوا وراها فعل مجرد. انا ايش كم فعل مجرد عندي؟ واحد، وعندي اسم جمع واحد. اذا مبدئيا هذا راح يصير بالفراغ الاول اللي هو ماتيريالز مواد، والريجستر وين تجي؟ راح تجي بالفراغ الاخير. اذا حيروح من عندي راسا بدون ترجمه. هسه اذا اريد اترجم natural resources، المصادر الطبيعيه are materials، هي مواد that are found in nature، التي نجدها في الطبيعه. والاخيره you can، you can register، تستطيع ان تسجل for this class، في هذا الدوره او الصف، يعني دوره، by completing a form online، بان تكمل الاستماره على النت يعني اونلاين. هسه اذا هذه راحت وهذا راحت، اشطب عليهم. جيت هنا عندي وات از يور، هنا طبعا انا حليت نقطتين على القواعد بعد بدون معنى. هسه اذا ما عرفت اخذ واحده واخليها بكل الفراغات، بس ممكن زايده، خل احاول النوب. هسه هاي كلتين لازم اسم، اسم اسم مفرد، اسم مفرد. اذا ظلت عندي اسماء مفرد مفرد، طبعا هنا ماكو صفه، الصفه اصلا ما جايه هنا ولا واحده من جايه صفه، بس اجي احاول انه شلون احل البقيه. هسه هنا مفروض معنى، لانه هاي قلت لكم مثل ما قلت لكم، هاي راحت وهاي راحت، تمام. هسه وات از يور فراغ، از ات مستر اور مسز، شو اقول؟ كانتين، تايتل، برانش، لون. طبعا تايتل، وات از يور تايتل، ما هو عنوانك الوظيفي. بعدين نجي على النقطة الثالثة، there is a فراغ of our bank، في المصرفة قريب من الجامعة. شنو عندنا؟ برانش اللي هو فرع، راح يجي هنا. راحت هاي، شلت عندي، بقت عندي ثلاث كلمات وفراغ، يعني واحدة حتبقى زايدة. نجي على نقطة أربعة، if you don't have enough money، إذا ما عندك فلوس هواية to buy something، أن تشتري، you can ask the bank for a، ممكن ان تطلب من البنك for a loan، تطلب منهم لون قرض. وعندنا بقت الاخيره اكيد you can، حلينا احنا، واذا يا هي طلعت زايده هاي طلعت زايده. اذا حلينا هذا السؤال بطريقه القواعد، تقريبا نص ونص على المعنى، يعني فادتنا القواعد ايضا والمعنى ايضا، وهي الكلمات كلها موجوده باليونتات، واللي يقارن التمارين هوايه ما راح يخطأ بالحل. التقيكم ان شاء الله فيديوهات اخرى، شكرا والى اللقاء.